الدقة العشائرية هي أنواع الدقة العشائرية. أكو دقة عشائرية تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وحتى تستخدم بها المتفجرات من القنابل اليدوية وغيرها، فهاي يعني وتكون أغلبها من عصابات منظمة أكثر من شخص يقومون بالدقة العشائرية. هاي بيها ترويع للمواطنين، بيها يعني بيها زهق مرات رعب، بيها زهق أرواح مواطنين. هاي مثل هيك حالات أكيد طبعا هي أكو سلطة تقديرية للقضاء في مثل هاي الحالات. في مثل هاي الحالات باستخدام هيك أسلحة وهيك أنواع من المتفجرات، هاي المحاكم تكيفها وفق المادة 2 على أولا من قانون مكافحة الإرهاب اللي باعتبار ماخذ طابع إرهابي. اما اذا ما استخدمت بها الاسلحه الثقيله والمتفجرات وكذا، يعني من الاسلحه الخفيفه استخدمت، فايضا شددت هاي واصبح القضاء يكيفها ويعاقب عليها وفق الماده 430 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن وليس بالحبس. يعني عقوبه جنايه وليس جنحه، يعني بالسجن تعاقب اكثر من 5 سنوات. نعم بالسجن. اما اذا مرات اكو دقه عشائريه، اكو دقات عشائريه احنا شايفيها بالمحاكم، قاموا يدقون اخر شيء بالحصى يدقون. ومرات اكو دقات عشائريه بالسوالف، لا بالدم، يعني هاي بالدم، هاي الكتابات بالدم مشكله يعني، او باللون الاحمر. هاي الكتابات بالنسبه للكتابات وبالنسبه لاستخدام الكلام والكذا يكيف هاي وفق المادة 432 من قانون العقوبات. أكو تفصيل طبعاً، أكو تفصيل بين الـ 430 والـ 31 والـ 32 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب. مثلاً شنو التفصيل يعني؟ تفضل. التفصيل الـ 430 من قانون العقوبات اللي هي جناية يعاقب عليها، هاي لازم يعني هاي يكون مكلف الشخص الفاعل، يكلف الشخص اللي 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 اجي مثلا يدق بيته يكلفه، اما بفعل امر بفعل شيء او الامتناع عنه. نعم هذا مصحوب، يكون مصحوبا بفعل او الامتناع عن فعل. حلو. بالنسبه لل 432 ما طرقت لهاي للفعل، هاي طرقت بس للكلام والكذا والامور الخادشه. بالنسبه لل 431 طبعا تعاقب بالحبس، ما حددها المشرع، ما قال الحبس، يعني من 3 أشهر إلى 5 سنوات. 432 أقل العقوبة منها، يعني أكو تفصيل بالعقوبات. كل مادة عاقبت فعل معين، يعني القانون غير قاصر،